عمو عمو اتفضل. بالله عليك يا عمو، ممكن نطلب منك خدمة؟ تطلب؟ خدمة خدمة. اتفضل. لو في مشكلة عمو عادي، ولا العاش عادي يا عمو. مش تطلب انت الساعة؟ نبي ندير مكالمة عمو. شدي؟ مكالمة مكالمة. شكون باش تكلم؟ مكالمة عسلية يا عمو. ايه شكون باش تكلم؟ ناخذ لك سيد عمو. ما تدخلي حد شيء، ما تدخلي حد شيء. خذ خذ كارت. ما تدخليش، حط فلوسك لجيبك، ما تدخليش. خذوا مني تليفوني يا عمو. شكون اللي خذ منك تليفون؟ ولاد الحلال يا عمو. ولاد الحلال؟ ايه. شتحب اللي تو؟ خذوا التليفون وقطعوا شبكة الواي فاي. شكونهم؟ وخذوا مني كوتي. شكون هذوما؟ ولاد الحلال يا عمو. شتحب اللي تو؟ مكالمة عسلية. حاب تتكلم عن ايه يا عمو، بالله عليك عمو، مكالمة عسلية. مكالمة عمو. مكالمة. الو شنو وانت منو؟ ما عادش لافو صوتي توا، حتى انا طلعت من الحوش وما عادش مولي بكل. شنو؟ بالعاود كان جيت تسال عليا وتحبوني لحظه عم، راكم ما خليتونيش. تليفون منو؟ تليفون صديق. بارك الله فيه ويرحم والدي. مش مرعوش بيه. فهمتني؟ ما عادش نرجع الحوش بكل اني باهي. يقول دي التليفون، التليفون. يروح ضغط. دقيقة عم. أنا وين؟ مش قصوا الفلوس. ها خذ شد شد شيكو. خلي عندك فلوسك، ما خذلك شد فلوس، خذلك الفلوس مش يقصوا، خلي عندك فلوس. خذ عمو بس. الله العظيم، خلي عندك فلوس. ما أنا خوش، خلي عندك فلوس. شنو؟ ها فيك. لا لاباس عمو لاباس. تليفون صديق. شبيك؟ باهي لا انا ما عادش مروح للحوش. خلف الموضوع عمو. مخر عليه. فهمتي؟ اني قلت لك انا. ايه فهمتك، انا ما عندهم شيء. ما عادش تقولي لي عليه فقط. باهي لا ما عنديش، لا ما تحبونيش انتم. انت ما تحبوني الشان. فهمتوا؟ باهي ولا مش باهي؟ تليفون احكي معاك. ملي جاء عايل جديد نسيتوني انا باهي. حتى اني ما عادش نبيكم وما عادش راجع. انت ملي جبت العيل الصغير مسحتوني يعني. انا بنعلق باي. انا بتسكر. خذ تليفونك عمو. بارك الله فيك عمو. عمو بالله عليك الشنطة متاعي بحذاك نوع العمارة هذيك، قالوا لي فيه جار للكراء. دقيقتين تمشي كاي. سلام عمو. سلام عمو. بالله عليك ممكن خدمة؟ نبي ندير مكالمة على السريع. انت شكون باش تكلم انت؟ مكالمة على السريع عمو. اوكي باهي. الو يديروا بيا اللي تبوا. لا عادي عمو، اني لما نكون معصبة بك نبدا ندير كيف حركات. كلمتك باش نقول لك مبروك العيل الجديد. عمو امور عائلية بالله عليك تجيك. ايش دخلك تليفون منو؟ شنو؟ لا ما نقول لكش تليفون منو. مبروك العيل الجديد. حتى الان طلعت من الحوش. عمو عندي مشاكل. انا مشاكل متاعك. شنو يا اخي نلعبوا ولينا؟ ليه تسلمي يا فينا؟ اخذ غادي عمو ذاك، خذ ما عندك روح. ما عادش راجع بكر. اعطيني تليفوني وين تلعب بيا؟ ما فيش. اعطيني تليفوني. ما عجبكش زاد. يا اخي وين تلعب بيا التليفون يا اخي؟ صب لك رصيد عمو. حطي لا رصيد لا شيء. عمو عمو. بالله عليك خلي عندك دقيق. جاي انا ونجي. الو شنو من انا؟ نسيتوني؟ حتى اني يعني طالع ما عادش راجع بكل. انا بتليفون من اتصل؟ ايش دخلك؟ اخي نورمال انت اعطيني التليفون خلنا نمشي. اعطيني التليفون خلنا نمشي. لحظه بلا لحظه لحظه مكالمه عائليه. شنو؟ هذا موضوع ضروري ندرس فيه.
الناس من الحوش وقطعوا شبكات الواي فاي وخذوا مني تليفوني. وتعطيني تليفوني. ما تخلونيش نطلع نلعب مع اصحابي. شنو؟ لا لا. يا ولدي. مشكلة بلا لا في مشكلة تعطيني تليفون ماني عايشك لا 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 عشوق شعري لا 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 خليك بهي عايشك اي راني طلعت من الحوش هيت هيت التليفون خذ التليفون بكري وانت تحكي راهو ميساج هيا نمشي خذي يا بعيان في الشارع اي داركم مين عايشة عندي مشكل يا أبلة وين تبيت؟ مشكل انتحشنا يقولي بلك النادي نفضي لك المشكل باوي نتكلموا كلمة مهمة هذه صاير لي بعيا بالباب الحوش وين تبيت؟ اسمعني البارح بكت في المول اي نعطيك تعاود تكلم وتمدي تليفوني اما تقعد بحدنا لنا باي باي يا بلو باي باهي ولا ايه؟ الله يخليك يا عايشة والله عمتك طيبة لا على اول ما شفت خليك بحدينا لهنا مثال باهي اوكي ياي هاكي خليك بحدينا عاد لنا واحكي ياي شنو اسمك ابي بيا وانت يا ابي ملك عشت الاسامي يعيشك ابي انت مخطوبه شنو اللي وزيرك تحير راك نديرك طلب صداقه على الفيسبوك ما عنديش فيسبوك ابن اختار نديرك انت يحكي طلب صداق على الفيسبوك اي بيه كم بعد تعطيني تليفوني خلينا نمشي ولما نرسل لك رساله حولها لبي باهي الو ماني معاك ماني خيرك بي انت خيرك انت مع من ندوي ندوي مع بي انا بي انا بي 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 شوشتين ملهي بيا بيا امشي سك امشي سك الو كتوني هيا عشكم يشيلوا من هنا هذاك يبيع في الاوكا خادي يا ماما ما قلت ما عاد تسد عليك فك الموضوع هذا انا بس مسكت يا ولدي هي اعطيني تليفوني يا عشقو اعطيني تليفوني يا ولدي اعطيني تليفون يا ولدي اعطيني تليفون هات هنا تليفون لحظة عم الشنطة متاعي بياخن بوه هات هنا تليفون خيرك يا عم يا ابلة والله شاركت معانا بالكاميرا الخفية اتمنى عليك يا ابلة اتمنى عليك شاركت معانا بالكاميرا الخفية اي يما مو دايما انا كاميرا خفية طول ولي بس هاي قولي لي قولي لي قولي لي جبت لك كاميرا خفية ولا اه يا ماما يا ماما لو عمو عنده ساعة هو حصل فيه تعال